مصلحة العراق في ضرب حلبشة مدينة صغيرة نفوسها لا يتجاوزون 10,000 أو 20,000. أنا كان هذا رأيي إنه نحاكم صدام حسين في قضية قتل البعثيين عموماً في قاعة القلب. صدام حسين قتل كل رفاقه. أنت تقول شهيد صدام حسين، الله يحشرك وياه إن شاء الله يوم القيامة. وين ما يروح؟ نعم، على أي تحال. السلام عليكم ورحمة الله. شكراً جزيلاً. إن شاء الله يحشرني وياه ويحشرك أنت. موجودة واستطيع أن أعرض نزار الخزرجي. هو وزير الدفاع المرحوم الشهيد عدنان خير الله. عدنان يعني عدنان صوت في تسجيل صوتي له. شو يقول؟ حول ضرب حلبشة. عندك التسجيل موجود؟ موجود. وثائق المحكمة. عدنان خير الله. عدنان خير الله بصوته يقول هم ضربوا حلبشة؟ نعم. فإذا كانوا هم سواه كما تسموهم. أنا فهم الثائر ذو مبادئ وذو خلق. وذو خصال نضالية. فمبدئيته ما تحكم يقول انه انا لما اخذ من هنا 95 وفوقها اضربهم بالبرنو وهناك ما اخذ ولا شيء وما اضربهم وهاي ظروف البلد وتقول مع كل هذا ايش قد المعلومات الاعلاميه اللي عندكم ان الناس اللي جاوا الى تركيا وضربناهم بالعتاد الخاص 5,000 10,000 20,000 قلت له ما حصلتنا مليونين مواطن كردي خير يحب العراق ومخلص له وحصة التخريب 20,000 بلاش مريض قال له هاي لحيت لا راجع سيدي الرئيس انا اللي سويناه بالعراق عن قناعه وجدانيه نعم مو بالذات يعني عمليات يعني مشروعه كانت للجيش العراقي يقاتل عدو ايراني